عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أينما كنتم متابعين جديد أصوات ميديا في مجموعة من اللقاءات طبعا كعادتها في اللقاء التواصلية الثقافية الرياضية. كنشكركم على المتابعة وحسن الإلغاء. اليوم كنتواجدوا مباشرة من المدينة الحمراء مراكش العاصمة، عاصمة النخيل البهجة والسرور. عندنا واحد الحالة من الحالات اللي كيعيشوها مجموعة من العمال اللي هي الطرد التعسفي، معنا أحد عمال حراس الأمن الخاص غادي يحكي لنا تفاصيل الوقائع اللي وقعت لي مع الشركة ديالو السابقة اللي كان خدام معاه واحد الفترة ديال أكثر من 5 سنوات. غادي يحكي لنا تفاصيل. وشكرا سي عبد الغفور، مرحبا بك. شكرا خويا سي عبد اللطيف، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة القوية من أجل حقوق حراس الأمن الخاص. أخوكم الشريف مولاي عبد الغفور الإدريسي، حارس أمن خاص وفاعل جمعوي. بالنسبة للمشكل اللي عندي، كنت خدام مع واحد الشركة 3 سنين، مشات في حالها وجات هاد الشركة الجديدة للإسم ديالها بروتيكتاس. دخلت علينا قالوا لينا شركة مزيانة وغادي تهلا فينا. بالفعل دخلت الشركة دارت عقدة ديالها مع الناس اللي هما معاهم، قلنا ما كاين مشكل، الشركة زوينة، نموتوا معها في الخط، وحنا عزيزة عندنا خدمتنا، وبالخصوص أنا عزيزة عليا خدمتي، وتندير شي حوايج اللي الله اللي علم بهم. ندخلوا في الموضوع نيشان. بالنسبة لهذه الشركة هذه خدمت معها 5 سنين ب8 سوايع، والأجرة 3600 درهم. تنتفاجئوا واحد اليومين هذه جات شركة أخرى، يعني لو ديز نفسات 2023. تفضل. بالنسبة لهذه الشركة اللي جات جديدة، دخلت بواحد الكونترا اللي ما عمرنا حنا شفناها. هاد الكونترا اش فيها؟ فيها تيديروا لك واحد الشهر ديال لي سي، ومع العلم انا خدام معاهم 5 سنين هادي، وهما جاوا بيديروا شهر ديال لي سي. هذاك الشهر ديال لي سي انا ما عجبنيش. سي عبد الغفور، واش هاد الشهر هاد الشركه اللي جات جديده واش تابعه لهاد الشركه اللي كنتي خدام معاها، ولا شركه اخرى؟ درك هما اش يقولوا؟ تيقولوا بان هاد الشركه تبدلات. حنا هاد التحايل على مدونه الشغل حنا ما بيناهاش. الشركه غير السميه اللي تبدلات، الموظفين باقين هما وبين وبي يعطوني 12 ساعه زادوا عليا 4 سوايع دون تعويض، ونقصوا لي من الاجره كانت 3600 تبا تولي 2600 درهم، يعني واحد 52 ل 54 الف ريال، وزادوا عليك حتى الطريق من هنا حتى الطريق اسفي اللي هي زايده بواحد 22 كيلومتر، وانتم الحاله ديال حارس امن خاص والاجره ديالو ما تتكفيه حتى في الشهر. الا قبضتيك الاجره تعتلموا الحانوت والكرا والماء والضو، تتبقى لي واحد 300 درهم اش بغا يدير بها؟ هاد الفترة سي عبد الغفور ديال 5 سنوات اللي قضيتي مع هاد الشركة هادي، واش ما كنتيش كتعيش معاهم مشاكل قبل؟ والله العظيم إلا الحمد لله كنا بخير وعلى خير، خدامين سويعتنا ناشطين بخير وعلى خير، حتى تفاجئنا بواحد القرار ديال هذيك الشركة الجديدة هاكو سينيو هاد الكونترا فيها شهر ديال لي سي. أنا إلا سينيت معاهم هاد الشهر ديال لي سي 5 سنين غادي تضيع ليا، وضيعت فيها شبابي وضيعت فيها حياتي وضيعت فيها وقتي، انا ما غاديش نسمح لهم. ولكن هذه الشركه القديمه شنو السبب اللي غادي يخليها باش دير باش تسيني عقد اخر؟ واش هي هذه الشركه حبسات او اشرح الرأي؟ هذه الشركه ما حبسات ما والو، هي داروا تغيير الاسم باش يموجوا حراس الامن الخاص اللي معاهم المشاكل. انا عرفتهم بينما تغيير الاسم هو اللي كاين، ودروك تنطلب انا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار لهذه الفئه اللي تتعدى اللي تتكون في وجهها القمع والعبوديه
والطرد التعسفي. السي عبد الغفور قول لنا كيفاش كيفاش تمت عمليه الطرد؟ واش مشيتي وحبسوك ولا وقفتي ولا اشنو كيفاش الواقع ديال الطرد التعسفي؟ جاو صيفطوا لي عون قضائي قال لي هاك هذه الورقه فيها شونجمون دو بوست، حيت انا قلت له يعني ولكن قبل ما يصيفطوا العون القضائي واش عطاوها لك انت قبل؟ لا ما عطاوها ليش، هذه ديال العون القضائي ما عطاوها ليش، جا العون القضائي بنفسه بلغك بها؟ بلغني بها، قال لي احولوك، قلت له تجي حولوني ايه ولكن باش يزيدوا عليا ربعه السوايع وينقصوا لي الثمن الاجره اللي كان عندي انا. كان عندي 8 سوايع 8 سنين 5 سنين وانا خدام ب 8 سوايع، جات هذه الشركه زادت عندنا ربعه السوايع، كيف يعقل تزيد عندنا ربعه السوايع بدون تعويض؟ ديالك فين اش المسار شاد؟ دروكا الملف ديالي والبارح فاش بديت ندخل للخدمه عرفتهم غادي يحبسوني، ملي جيت للخدمه قالوا لك انت موقف، عيطت للعون القضائيه تنشكرها من هذا النمبر، وجات بالليل حتى لعندنا البوست وقيدت المحضر ديالها، ودوكا تنتسناو ان شاء الله غدا غادي نتلاقاو عند مفتي الشغل اللي نشوفوا الوضعيه، اما يتقادوا معايا حبي ولا القانون فوق الجميع وعاش الملك. الرساله ديالك استاذ غفور؟ الرساله تدمع القلب، رساله تبكي القلب، لان اكثريه الشباب خدامين في هذا الدومين هذا اللي هو دومين شريف. الرساله اللي غادي نعطيها للمسؤولين والمشرع، الله يرحم الوالدين، الا ما شوفوا من حال هاد الاخوان في هذا القطاع مكرفصين عليهم بعض الشركات اللي تتحايل على القانون، ويوجدون كثير من الشركات ديال الحراسه والمراقبه تتستغل المواطن وتدير التجاره في البشر. انا الشعر ديالي والحب ديالي للوطن والملك ياخذ لي الحق ديالي وانا معكم حتى الموت، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. اذا متتبعين جدد اصوات ميديا حياكم الله، وكنتمناو من الجهات المعنيه باش تدخل لحل هذا المشكل ديال هذا العامل اللي هو مضى واحد سنوات في هذا القطاع ديال الحراسه الامنيه الخاصه، فحتى واحد ما تيقول لك واحد المثل حتى مش ما كيهرب من دار العرس حتى هو ما كراش يبقى في هذا العمل ويستمر ويعيش وليداته ويبقى ترونكيل في حياته مستقر، ولكن جاه ضغط لانه ماشي من السهل انه يضرب خمس سنوات. فاش كنقولوا خمس سنوات راه الا حسبناها شحال من يوم شحال من شهر شحال من ساعه راه ماشي سهله، راه نهارها كيدوز ما شاء الله، وخصوصا في هذه الوضعيه ديال الحراس الامن. فكنطلبوا الله تعالى وكنطلبوا من الجهات المعنيه باش تدخل لهاد جميع العمال في هذا القطاع. حياكم الله، تحيه حب وتقدير ووفاء واخلاص، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عبد الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.